بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري، صياما مقبولا وإفطارا شهيا ودعوة مجابة على مدار أيام شهر رمضان المبارك في ليلة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، دعاء لفتح أبواب الخير لسنة كاملة. ورد عن المرحوم آية الله السيد علي خان الشيرازي قدست روحه الزكية قراءة هذا الدعاء في ليلة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان لفتح أبواب الخيرات، وهو أن تقول: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا فاتح الهموم، ويا كاشف الغموم، ويا حي يا قيوم، ويا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا أحد يا صمد، ويا فرد ويا وتر، ويا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا رب يا ملك، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا رب الأرباب، ويا مالك الرقاب، ويا منشأ السحاب، ويا مسبب الأسباب، ويا مفتح الأبواب، افتح لي أبواب كرامتك وأبواب نعمتك وأبواب عنايتك وأبواب عافيتك وأبواب منك وأبواب طاعتك وأبواب إحسانك، يا رؤوف يا رحيم، يا سميع الدعاء، يا لطيفا بالعباد، اسمع كلامي واستجب دعائي برحمتك يا أرحم الراحمين. برنامج صباحات ولائية من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.